إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فاللهم اجعلنا من الفائزين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في دينك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. أيها الإخوة المؤمنون، تتمة لحديث الخطبة الماضية حيث بدأنا الحديث عن خصلة وقيمة عظيمة من قيم الإسلام، تلكم قيمة وصفة الإحسان، والتي رأينا أو وقفنا عند تعريفها، ورأينا فضل المحسنين ودرجتهم عند الله تعالى، وتعاهدنا أن نتم الحديث في بيان صفات المحسنين وكذلك أصناف الناس الذين أمرنا الله تعالى بالإحسان إليه. وقد رأينا في ختام الخطبة أن الإحسان أو المفروض أن تكون صفة الإحسان صفة لازمة لشخصية المسلم ومعلم من معالمه، وليست صفة عابرة أو استثنائية أو مناسبتية. ودليلنا على ذلك أمر الله تعالى بذلك حينما قال عز من قائل: وأحسن كما أحسن الله إليك. أي أيها المؤمن، تحل بهذه الصفة كما أحسن الله إليك، فيجب أن تكون أيضا أنت من المحسنين. تعالوا إن شاء الله نفصل في صفات المحسنين. فحينما نقف أو نبحث في القرآن الكريم نجد ومضات وإشارات وآيات تبين لنا صفات المحسنين، منها قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك، وقبل ذلك المقصود بها في الدنيا، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم يأتي البيان. كانوا، من هم المحسنين يا رب؟ اسمع ماذا قال الله تعالى عنه. قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قيام الليل، وما أدراك ما قيام الليل؟ من أعظم العبادات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك رأى رجلا الحسن البصري في الطريق فقال له: أأنت الحسن البصري؟ قال: نعم. قال: فما بالك؟
عرف عن الحسن البصري أنه كان رجل أسمر داكن البشرة، فرآه على غير ما يعرفه عليه فقال: أنت الحسن البصري؟ يا راجل أنت ما عملتش عمل التجميل، ماذا فعلت في نفسك؟ قال: أنا هو. قال: فما بالك؟ قال: قمت الليلة بين يدي ربي. إذا أردت أن تعرف السر، الليلة البارحة قمت الليلة بين يدي ربي، فكأني بربي قد أسبغ علي من نوره. الله سبحانه وتعالى أنزل أفاض علي من نوره على وجهي. وهذه صفة بينها القرآن في أهل التقوى والإيمان، سيماهم على وجوههم من أثر السجود. وبالمقابل أهل المعاصي والمجرمون والمجافين لله تعالى عليهم ضلة والعياذ بالله، وعليهم سواد، وعلى وجوههم شرر، ومن أعينهم شرر يتطاير. لماذا؟ لأنهم سلبوا صفة المتقين. إذن هذه أحد ثمرات قيام الليل. الإنسان يرى على وجهه، واحد قام الليل والآخر قام الليل بمعصية والعياذ بالله، فشتان بين هذا وذاك. فأما الذي يقوم بين يدي الله فحاله كالحسن البصري، أن الله عز وجل يسبغ عليه من نوره. هذا أفضل تجميل الذي يبحث عن التجميل، هذا أفضل علاج الذي يبحث عن العلاج، هذا أفضل نور للذي يبحث عنه. هنالك من الناس ولم يقبل كيف أن الله خلقه، يغير في وجهه، يقص من مكان ويزيد في مكان ويحذف في مكان ويشطب في مكان ويزوق في مكان، يظن أنه بذلك سيقبل عند الناس وأنه سيجمل نفسه. نحن نقول أن أفضل تجميل أول شيء أن يقبل الإنسان ما خلقه الله تعالى به، فذلك من الرضا. والمؤمن يفرح بعمله أكثر من أن يفرح بجسمه ومظهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، في حديث آخر. إذن من صفات المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبعدين يقصوا لا، وبالأسحار، انظروا المؤمن سبحان الله تعالى كما قال العلماء يتقلب في أنواع الطاعات، كمل واحدة يدخل في الثانية، أنها طاعة يدخل في طاعة أخرى، بل يبحث عنها ويسعى إليها. هذا هو حال المؤمن. إذا قاموا الليل خلاص انتهى الموضوع، يناموا يوم كامل وانتهى الأمر. لا، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه صفة ثانية، كثرة الاستغفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيد المستغفرين صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا من المحسنين حقا، محسن الذي يسخر ماله في طاعة الله وفي أداء حقوق الآخرين الضعفاء. ولذلك سبحان الله بالأمس في إحدى البلاد كان فيه نقاش برلماني، فهنالك من كتب تعليق قال: هذا الشيخ الذي يتكلم في البرلمان يتكلم بطلاسم لم يتعود عليها أهل السياسة، حينما قال: إن الزكاة بركة، أخرج الزكاة ستحل مشاكل اقتصادنا. فبقى الناس ينظرون إليه نظرة المستغرب، ماذا يحكي هذا الرجل، ماذا يخرف؟ وقال: استدل من كان قبلي بلينين وأنا استدل بكلام الله رب العالمين. فزاد الناس استغراب. لذلك معاشر الإخوة،
هذه من صفات المحسن. ومن مقاصد الزكاة كما فسر العلماء رحمهم الله هي إيجاد التوازن في المجتمع، ليس فقط التوازن الاقتصادي أن سيقل الفقر، هنالك نوع آخر من التوازن مهم للغاية، وهو أن تنزع سثيمة القلوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما يكون فيه في المجتمع الإسلامي حقد وحسد وعداوة بين الفقراء والأغنياء وكره، يعني في من الناس نرى في بلادنا الإسلامية وفي مجتمعاتنا نرى ضغينة في النفوس، واحد يعني يمر يرى بيت هو ما يجد ما يأكل، فهذا يحدث ضغينة في النفوس. يأتي الإسلام سبحان الله هذا المنهج المتوازن الذي فرض الله تعالى فيه الزكاة حتى يوازن بين الناس، هذا الفقير يعطي حق الضعيف، هذا الغني يعطي حق الفقير، ويعلم أنه حقه وأن الله تعالى أوجب عليه ذلك. فحينما يعلم الفقير أن الغني يعطي حق الله تعالى، هذه السخيمة تخرج وتذهب بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن من صفات المحسنين كما قال الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومن صفات المحسنين أيضا اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تكون من المحسنين، اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم يجعلك من أهل الإحسان، بدليل قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المحسنون. نعم الآية نزلت في أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن أهل التفسير على أن العبرة، هذه قاعدة في التفسير، ليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. قد تنزل الآية في أمر وفي شخص وفي حادثة معينة، لكن معنى القرآن أعم من ذلك. نزلت الآية في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذه شهادة من المولى له سبحانه وتعالى، لكنها تعم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعم كل متمسك ومتبع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من صفات المحسنين. من صفات المحسنين أيضا عباد الله العفو. العفو من صفات المحسنين، بدليل قوله عز وجل: فاعفوا عنهم. الخطاب كان لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد نبينا عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة عانى من كفار قريش ما عانى، على كل أنواع الإذل، السب والشتم والضرب ومحاولة القتل وكل فعل شنيع سيء قاموا به معه. وكذلك أهل الطائف الذين طردوه وضربوه وأدموا قدماه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل بأمر من الله تعالى يقرئ محمد صلى الله عليه وسلم السلام ويعرض عليه أن ينتقم من أولئك: لو أردت يا محمد لأطبقنا عليهم الجبلين. فكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا لهم بالهداية، قال: اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. هذه في قريش. في أهل الطائف قال: اللهم اغفر لهم وابعث من أصلابهم أي أجيال تعبدك ولا تشرك بك شيئا. نزل القرآن، قال الله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الحسن البصري الذي كنا نتكلم عنه منذ قليل أيضا له قصة طريفة مع جارية كانت شغالة في بيته،
فكسرت شيئا ثمينا يحبه فجاءت إليه خائفة فخطبته بالقرآن، قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمتكم، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. سبحان الله، الناس يفهمون القرآن. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة في سبيل الله. هذه أعلى الدرجات. قالت والكاظمين الغيظ، كظمت غيظ، ما لن يصرخ عليها ولن يحاسبها ولن يفعل فيها شيء. احنا بعض الأحيان الطفل الصغير يكسر شيء والدنيا تقوم ولا تقعد، حرب عالمية ثالثة، ونجبد بعد الأسلحة الصغيرة والكبيرة كلها. سبحان الله، قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظ، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال فاذهبي فأنت حرة في سبيل الله. من صفات المحسنين إذن العفو. ومن صفاتهم أيضا، وهذه آخر قصة إن شاء الله، الصبر. دليل هذه الصفة قول الله تعالى واصبر في سورة هود، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي الصبر. إذا أردت أن تكون من المحسنين، هذه الصفة رابعة إن شاء الله هي الصبر، والصبر نصف الإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نتحدث إن شاء الله تعالى الآن عن من هم أحق الناس بالإحسان. أنا سنتكلم عن تطبيق الإحسان أو مظاهر تطبيق الإحسان. أول على رأس أو على رأس القائمة للذين أمرنا الله تعالى بالإحسان إليهم الوالدين. وعندنا معاشر الإخوة آية تعد من أعظم آيات القرآن، قوله عز وجل وقضى ربك، قضى أمر، والمفسرون على أن فعل قضى هذا هو أعلى درجات التوكيد. إحنا نعرف أن في الأوامر يعني درجات، هذا الماسيمو، هذا أعلى درجات التوكيد حينما قال الله تعالى وقضى ربك، أمر وأكد وطلب وحث، وكل هذا يجمع نأتي على أعلى درجة، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، ويأتي هنا ويقرن شيء ثاني معه، جاء بعد عبادة الله وتحريم الشرك، ضع معه تعقيب وقرن معه أمر، وهذا الأمر الذي سنتحدث عنه اليوم أيها الإخوة. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا الأمر. تأتي الآية بعد ذلك تفصل لنا كيف هذا الإحسان. إحنا ممكن نتكلم عن المبدأ هذا بشكل عام أو بشكل نظري. جاء القرآن في هذه الآية ليفصل، يعطينا أنواع وتطبيقات. قال مولى سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، هذه أخف، أو كلاهما، هذه أصعب. إما يبلغن عندك، قال بعض المفسرين في عندك، هذه عندك، ارجعوا للتفسير، عندك قال بعضهم أنها توحي بوجوب الإنفاق على الوالدين. هذا نقاش معروف، بعض الناس يقول لك الوالدين أنا واجب علي أنفق عليهم، أنفق على أولادي وبيتي. يا أخي، تأتي الآية هذه فتعد أحد الأدلة الفقهية الشرعية على الوجوب. ولذلك إذا أردنا نتأكد من هذا، علماء المسلمين مجمعين على أنه لا يجوز أو لا يحق أن تدفع الزكاة للوالد والولد للوالدين. لماذا؟ هذه تفصيل قاله أبو حنيفة، أن كل من يجب عليك الإنفاق عليك عليه لا يستحق الزكاة.
فلذلك الرجل لا يصح أن يزكي من ماله على زوجته، لكن الزوجة يصح لها إن كانت غنية وكان لها مال وبلغت النصاب، فيجوز لها أن تدفع من مال زكاتها لزوجها. لماذا؟ لأن القاعدة واضحة أنه لا يجب على الزوجة الإنفاق على الزوج، وإنما يجب على الزوج الإنفاق على زوجته، وبذلك فضل الرجل، مو بالاسم واللون والشعر والقوة. الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بهذا، هذه القوامة، الإنفاق عليها. هذا استطراد معاشر. إذن قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، قول هاي. اثنين: ولا تنهرهما. ثالثا: وقل لهم قولا كريما. أربع: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. خمسة: هذه التمام. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآية حقيقة من أجمع الآيات القرآن في المعاملة الوالدين. جاءت الآية بالأوامر التالية: أولا الاعتراف بسبق الفضل والإحسان من الوالدين، هذه أول شيء حتى نبدأ نتكلم، هذه كما يقال المقدمة. أول شيء أن تعلم بأن والديك قد سبق في الإحسان إليك. لذلك ابن عمر أو عمر يقال أنه رأى رجلا في الكعبة يطوف وعلى كتفيه أمه، فيقول: أديت حقها، ظن أنه بهذا قد أدى حق أمه، فقال: سبحان الله، ولا طلق من طلقات الولادة، لأن لا مجال للمقابلة. يأتي أحد يقول: أنا راني والله والدي قمت معهم بالواجب، وأنا أنفق عليهم، وأنا أبعث لهم، وأنا أعينهم، وأنا أسأل عليهم وكذا، نقول له: لا، أنظر قبل. وإذا أردنا أن ننظر إلى الموضوع حتى من الناحية المادية، فلا وجه للمقارنة أيها الإخوة، لا وجه للمقارنة. لذلك في قصة طريفة واقعية، رجل كبير رأى أن ابنه يعقه، وكان يسكن في عمارة، فقال أجرب، هذه قصة حقيقية أعرف صاحبها، فجاء الأب فأخذ كرة ورماها في الدرج في السلم، تدحرجت الكرة، قال لابنه: الله يبارك فيك تأتيني بها، فجاء بها على مضض، قال: أنا لعب صغار، لعب صغار إحنا. سكت الوالد، كررها ثانية، رجع الابن بغير الوجه غضبان، المرة الثالثة قال: ترى أنه آخر مرة، هذا نبع عليك، راك ترميها مرة أخرى ما نجيبها لكش. فقال: سبحان الله، الأب يعني خرج تنهت، قال: سبحان الله تعالى، يا بني كنت ترميها عشرات المرات وأنت صغير، وكنت آتيك بها وأنا أضحك معك وألعب معك، وأما أنا رميتها ثلاث مرات على وشك أن تضربني، سبحان الله تعالى. هذا مثال معبر أيها الأخوة، هذا مثال معبر، سبحان الله. نحن لما ننظر إلى والدينا، ربما ظروف غير الظروف، كان والدينا من كان الذي عنده في بيته ماء ساخن ولا باتريتشي والكلام هذا كله، نتذكر أمهاتنا آبائنا، نسأل الله لهم المغفرة والرحمة، من كان منهم حيا فليطيل الله تعالى في عمره، ومن كان منهم مريض أن يشفيه الله، ومن كان منهم ميت أن يرحمه الله وأن يغفر له. نتذكر أنفسنا إخوان، ما كان في غسالة في البيت وغسالة أواني وما عارف إيش وهذا وذاك، كان والدينا غفر الله لهم ورحمهم الله تعالى، من الناس من كان والديه يذهب أميال يأتيه بالماء، سبحان الله، ويأتيه بالقوت ويأتيه بالرزق ويأخذه إلى المدارس. ولا تذكر هنالك من كان يسكن في القرى
بعيدا، وأمه وأبوه وهكذا حتى يكبر. لذلك أول باب في الإحسان هو الاعتراف بسبق الفضل والإحسان منهم. أحسن لوالديك كما أحسنوا إليك. إحنا لو نجينا أيضا نحسبها بالمال، المال الذي صرف علينا بالإمكانيات المتواضعة هو ملايين اليوم، لو وضع واستثمر هو ملايين اليوم. جاء هنالك على وجه الأرض أب وأم جاء لابني وقال أنا فلان أنا رني صرفت عليك اليوم الفلاني حليب، واليوم الفلاني ما أدري حفاظة، واليوم الفلاني كذا أكل، واليوم الفلاني كذا كتب، واليوم الفلاني كذا كراس، واليوم الفلاني وأعملك الحساب. اضرب عليهم طبعا 10 سنين و20 سنة وتعال تحاسب. لم يحصل ذلك ولن يحصل ذلك. نفس المثال بتاع الأب الذي رمى الكرة لابني قال كنت أتيك بها وأنا أضحك وألعب وأرى ابني يكبر وأنا رميتها 3 مرات انظر كيف عاملتني. الآية جاءت أيضا بأمر ثاني هو عدم التضجر والاستثقال، فلا تقل لهما أف. أف هذه محرمة اليوم، هنالك أفات كثيرة. يأتي الابن يقول لابنه أنت تجاهل، أنت إيش تعرف؟ أنا اليوم أعرف الفيسبوك، أنا اليوم أعرف الإنترنت، أنا اليوم أعرف الكمبيوتر، أنت إيش تعرف أنت؟ يا رجل أنت يعني خارج من المتحف، أنت مر عليك الزمان. ولا أبالغ أيها الإخوة، نعطي في أشياء قليلة جدا مما يقال. لا تكلم عن الذي يضرب والديه، ولا تكلم عن الذي يسرقهم، ولا تكلم عن الذي يعاقبهم، ولا تكلم عن الذي يفعل ما يفعل، هذا ما حنتكلم عليه نحن. نتكلم فقط في صيغة الأف هذه. هناك صيغات مشابهة لها اليوم بأنواع أخرى، ليس أف هذه بالكلمة. ما تو نسانيينتي تو، ما تو نكابيشي، هذه أبسط الأشياء. طبعا هذا احترام، يعني لا تفهم. حرم الإسلام ذلك كله، قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا أيضا نوع ثاني. الأب والأم إذا كبر سبحان الله يعني قد يتصرف تصرف ربما لا يلوق لنا. إحنا الآن وعينا ودرسنا وفهمنا وكبرنا، نظن أنفسنا هكذا، فماذا نفعل؟ ننهر والدينا نهر. أنت ما تعرف، أنت ما تفهم، أنت خليك في مكانك، أنت التزم حدودك، أنت هكذا. فالنهر هذا حرمه الإسلام أيها الأخوة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحان الله، تخيل ألفاظك مع والديك. والقرآن معاشر الإخوة نقل لنا صور، نقل لنا حوار إبراهيم مع أبيه وهو مشرك. إحنا والدينا والحمد لله مؤمنين إن شاء الله مسلمين، لكن انظروا إلى إبراهيم وهو يحاول أباه مشرك، كيف كان يحاوله بكل لطف. يا أبتي يا أبتي، كل آية في مقدمتها يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما قالوش يا أبتي رك جاهل، ما قالوش يا أبتي رك ضال، ما قالوش كما فعل أحد الشباب في فرنسا جاء يستفتي قال أنا أريد أن أخرج أسكن وحدي. ليش يا فلان؟ قال أمي وأبوي كفار. كفار مين؟ كفار لا لا لا، إحنا ما نعرف أن في بلادنا الإسلامية عندنا في الجزائر كفار، ما عندنا كفار يا أخي. قال لا ما يصلوش فهذا كفار. فرد عليه الشيخ الذي جاء يستفتيه قال يا فلان أنت ما جئت قبل وأنت كنت في 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 معاصي وفي بلاوة، وهداك الله تعالى، لما لا تجتهد معهما؟ فرجع بعد فترة قال الحمد لله أمي بدأت تصلي. فقال له الشيخ غفر الله بارك الله فيه قال له أنت يا فلان تذكر حينما تكلمت عن والديك، ما رأيك لو قلت أمك كافرة وتركتها على كفرها ولم تجتهد معها ولم تدعوها إلى الله ولم تصبر معها ما كانت لتأتي؟
فاحمد ربك سبحانه وتعالى. هذه بعض الناس إخواني حينما يمر هو من باب التوبة يقفل الباب وراه، خلاص انتهى الموضوع، تبت أنا خلاص، رجعت أنا أصلي، لا يهمني في أهلي، أفضل أبسط كلمة أقولها فيهم ضلال كفار. هؤلاء الضلال الكفار لهم حق عليك أيضا أن تدعوهم وأن تحسن إليهم وأن ترفق بهم وأن تصبر معهم. لماذا؟ عسى أن يجمعهم الله بك في الجنة. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وآخرها وختامها الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدينا أحياء وأمواتا، وأن يعيننا على برهما وعلى حسن معاملتهما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كاري فراتيلي، إن شاء الله فينيامو أوجي الديسكورسو سو لا كواليتا والفالوري دي الإحسان، visto che abbiamo cominciato la settimana scorsa a definire prima di tutto l'ihsan e abbiamo finito con il versetto del Corano che chiama il musulmano di essere uno che fa il bene come Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto con lui. Quindi l'ihsan deve essere una qualità che conduce il comportamento del musulmano, non deve essere una qualità che viene solo a certi momenti o a certe condizioni. Oggi inshallah ta'ala anche parliamo di le qualità o i caratteri che definiscano quelle che sono muhsinin. Abbiamo qua nel Corano quattro qualità. Una, in surat al-Dhariyat, Allah subhanahu wa ta'ala definisce quelli che fanno la preghiera notturna, quello che si chiama Qiyam al-Layl, e quelli che fanno istighfar, fanno tanto chiamata di perdono durante la giornata, e quelli che danno i contributi ai poveri, ai bisognosi, quelli che versano l'elemosina rituale e non rituale, sono questi considerati di questa categoria di muhsin. La prima, la preghiera notturna, ha tantissimi benefici, come ha detto il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Possiamo dirla come la, quello che dà la bellezza al credente, anche sul suo viso, come era il Hassan al-Basri, raccontiamo la sua storia. Hassan al-Basri era un uomo bruno, scuro di pelle. Un uomo ha incontrato il Hassan al-Basri nella strada. Cosa che gli ha detto? Ha detto: ma tu sei il Hassan al-Basri? Ha risposto: sì, sono io. Cosa che è cambiato? Perché ha visto il Hassan al-Basri con un'altra faccia, più bella, brillante, piena di luce. Ha detto: ma cosa hai fatto? Che truccaggio che ha fatto? C'è qualche composizione, c'è qualche crema, c'è qualche cosa che ha fatto per diventare così? Hassan al-Basri ha risposto, semplicemente ha detto: questa notte io ho fatto Qiyam al-Layl. Mi sono alzato la sera, la notte, ho fatto alcuni rak'ah. Penso, allora lui adesso la conclusione sua, penso che Allah mi ha versato della sua luce sul mio viso. Troviamo anche in Surat al-Fath. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, la qualità dei credenti, una di qualità dei credenti, si vedono dalle loro facce. Perché? Talmente fanno preghiera, fanno delle buone azioni, si vede sul viso. Questo sappiamo tutti, fratelli. Quando uno, mashallah ta'ala, vicino ad Allah, legge il Corano, fa la sua preghiera, fa l'wudu, avrà una luce diversa di tutti gli altri.
Dall'altra parte troviamo quelli che sono come i criminali, quelli che fanno tanti peccati, quelli che sono storti, quelli che sono lontani da Allah, quelli che non lo seguono la sua strada, vediamo anche sulla loro faccia, a'udhu billah, una sorta di scuro, come viene tutto di peccati, si legge sulla faccia. Mentre il musulmano ha questa serenità e ha anche questa luce data da Allah subhanahu wa ta'ala. Il profeta alayhi salatu wassalam faceva un dua che va in questa direzione. Prima di andare alla moschea c'è un dua specifico, dua al-mashy ila al-masjid. Il dua che si fa nella camminata verso la moschea. Allahumma ja'al ala yamini nura. Chiede Allah di darlo una luce alla sua destra, alla sua sinistra, alla sua faccia, davanti, dietro di lui. Questo era il dua del Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quindi noi dobbiamo anche farlo, inshallah, chiedendo Allah subhanahu wa ta'ala che ci dà la luce, inshallah, sulle nostre facce, i nostri cuori, il nostro corpo, nella nostra vita, nelle nostre case, inshallah ta'ala. Quindi una di qualità di muhsinin che fanno qiyam al-layl. Poi guardiamo bene ancora il versetto, ma non finisci lì, come certe, allora fa qiyam al-layl, poi passa tutta la giornata, dorme, no, non serve, continuano ancora. E questo il credente è quello che esce di un'adorazione e entra un'altra. Adesso, alhamdulillah, ho finito la preghiera, ha detto Allah anche nel giorno del Jumu'ah, fas'au ila dhikrillah. Andate a trovare i vostri rizq e ricordate di Allah kathiran. Non è finito qua. Cerimonia del Jumu'ah, poi arrivederci, il Jumu'ah prossima, inshallah. Noi non abbiamo questo nell'Islam. Noi abbiamo appuntamenti sempre con Allah subhanahu wa ta'ala. Usciamo di qualcosa di bene, entriamo un'altra cosa di bene sempre, inshallah. Se finisce il Qiyam al-Layl, nella giornata abbiamo da chiedere l'istighfar. Anche un altro senso qua, non pensiamo che quel qiyam al-layl che abbiamo fatto siamo arrivati lì, ecco, allora garantito per me, adesso il Jannah, adesso posso fare quello che posso fare. No, normalmente, wasjud waqtarib, questa è una equazione, quanto si fa più adorazione, si avvicina più verso Allah, si diventa più umile, ha più paura che Allah subhanahu wa ta'ala non accetta. L'altra qualità, l'ihsan con soldi, con il bene. Ieri era una discussione in un parlamento di un paese musulmano, allora uno ha finito il discorso con chiamando la popolazione a fare il zakat, a dare il zakat, perché il zakat non aiuta soltanto a garantire un'economia sana e corretta, ma garantire soprattutto una società sana e corretta. E questo è uno dei scopi di zakat. Uno dei scopi di zakat, quelli poveri, quelli che non hanno i mezzi come gli altri, non vivano dentro loro stessi questo roncone, questo odio verso quelli che hanno i mezzi finanziari. Quindi zakat serve a fare questo equilibrio economico e anche sociale e anche di fratellanza. Importante che sarà la società sana e solida tra tutti i suoi componenti. Questo anche l'ha fatto l'Islam. Un'altra qualità di muhsini, quelli che perdonano sono muhsini. Abbiamo qua un versetto del Corano che parla di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ha ordinato al suo profeta alaihi salatu wassalam di perdonare. E noi abbiamo almeno due momenti o tre momenti molto importanti nella storia dove Jibril è arrivato a Muhammad sallallahu alaihi wasallam con l'ordine di Allah, l'ha fatto la proposta, vuole che scacciamo questo popolo tra due montagne, quelli che hanno fatto il male, Quraysh, quelli di Taif che hanno scacciato il profeta, che l'hanno picchiato, che l'hanno insultato, che l'hanno trattato male. Il profeta non ha voluto questo, al contrario, ha fatto il dua per loro, ha chiesto il perdono per loro. Allahumma ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. O Dio, guida il mio popolo perché non sa. Nell'altro dua fatto con per Taif, ha chiesto Allah per loro
che esce una generazione per adorarlo subhanahu wa ta'ala. Nel giorno del Fath, quando è entrato Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Mecca, sono arrivati davanti lui tutti quelli criminali di Quraysh, tutti quelli che hanno fatto il male contro di lui, tutti quelli che hanno fatto il male contro i suoi sahaba, compagni, tutti quelli che hanno combattuto l'Islam, sono arrivati in fila. Cosa facciamo? Cosa, ya Muhammad, cosa dice? Questo non c'è nella storia. Non abbiamo esempi nella storia dove uno vince, è forte, ha tutte le autorità, poi perdona. Perché Muhammad sallallahu alaihi wasallam non era solo una guida, un capo di esercito. Muhammad sallallahu alaihi wasallam era Rahman il Alamin, era una misericordia. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala li ha mandato con questa misericordia. E soprattutto la misericordia, il perdono ha il valore quanto la persona ha la possibilità, non è debole. Al-'afwu 'inda al-maqdira. Chi? Questo ha valore. Non è l'afwu che tu è debole, non ha più niente. L'afwu quando sei in grado, sei veramente in posizioni forti. Questo l'afwu, questo il perdono vale tanto. Torniamo ancora con Hassan al-Basri, che aveva una donna di lavora a sua casa, ha fatto cadere qualcosa di un oggetto di importanza, è arrivato a parlare con lui, ha detto wal kadhimin al-ghayb, ha parlato con lui con un versetto del Corano: chi non manifesta la sua rabbia. Il senso, Hassan al-Basri ha detto kadhamtu al-ghayb, non dico niente. وَالْعَافِينَ عَلَى النَّاسِ, e quelli che perdonano, ha detto il Hassan al-Basri, ti ho perdonato. Ha detto dopo وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, Allah ama quelli muhsinin, la nostra qualità. Ha detto sei libera, vai, sei liberata. Perché era una schiava in quel momento. Quindi questa è una pratica di questa qualità. Dopo troviamo anche l'altra qualità di muhsinin, quelli che hanno pazienza anche. Perché la pazienza è la metà della fede. E poi sappiamo molto bene che la pazienza almeno in tre gradi. La pazienza nel comportamento con le persone, la pazienza di non cadere negli sbagli, nelle tentazioni, nel haram, e la pazienza nel momento della pratica delle regole, degli obblighi dell'Islam. Adesso concludiamo inshallah ta'ala dell'ihsan, del comportamento buono, soprattutto con i genitori. Abbiamo un versetto di Surat Al-Isra, il 23 e il 24, che chiedo ai fratelli di leggerlo inshallah a casa, perché questo versetto è pieno di lezioni. Allora, prima di tutto, l'Islam chiama a trattare bene il genitore. Il trattamento bene, giusto, corretto con i genitori comincia con la riconoscenza, prima di tutto. Riconosci che tu i genitori ti hanno fatto bene. Questo è il primo grado, questo è il primo passo, questo prima di entrare nella materia. Se uno non riconosce che i suoi genitori hanno fatto il bene contro di lui, inutile, non può parlarlo, non può indicarlo, non può vedere da lui nulla. E se noi vogliamo oggi parlare di questo, abbiamo tanto da dire. Vediamo, perché i mezzi di oggi non sono quelli di ieri, della generazione dei nostri genitori. Se noi vogliamo vedere un po' cosa hanno fatto i nostri genitori, chi fatica perché noi diventiamo grandi, inshallah ta'ala, che noi inshallah ta'ala prendiamo la strada di questa vita piena di difficoltà, possiamo vedere tanto e tanto e tanto. Per questo Ibn Umar ha visto un uomo che porta la sua mamma nel tawaf, pensava che lui ha fatto grandi cose, fino così è a posto con i suoi genitori, sua mamma. Ibn Abbas ha detto: ma cos'è che sta facendo? Questo è nulla davanti a quello che ha fatto la tua mamma con te. Non può anche recuperare una spinta nel momento del parto, quel dolore che senti la mamma, tu non puoi neanche
con questo recuperare quel dolore. Pensate, se noi oggi vogliamo anche vedere col calcolo, non c'è nessun genitore che ha portato un foglio, un registro per dire ti abbiamo pagato il latte, ti abbiamo pagato i pannolini, ti abbiamo portato a questo, ti abbiamo comprato questo, ci ha costato questo e questo. Non c'è nessun genitore che lo fa. E non è possibile, e non possiamo. Se parliamo del materiale non possiamo parlare di sentimenti. Se parliamo di sentimenti non possiamo parlare di delle sofferenze, degli sacrifici che fanno i genitori con noi. Quindi l'Islam chiama a ricordare i beni su tutto questo, a riflettere i beni su tutto questo. Dopo, cosa ti ha chiesto l'Islam? Di parlare con loro con buone parole. Di non alzare la voce con i genitori. Di non trattarli male. Di non dire neanche uff. Non lo so, uff in italiano come le fanno. Quando un genitore, un ragazzo comincia a leggere qualcosa, a capire qualcosa, la prima cosa che dici, tu non capisci niente ai suoi genitori. Ma tu non sai niente, dai, io so il Facebook, il computer, internet, quello, tutti gli altri, studiato, tu cosa sei? Sei niente, non sai niente. Questa è la frutta dell'educazione, dell'insegnamento, per far vedere che io adesso ho imparato, conosco. Abbiamo lezioni nel Corano. Ibrahim alayhi salam ha ricevuto la rivelazione, un profeta è andato a discutere con suo padre che era mushrik, non era credente, ha parlato con lui con il massimo di rispetto, con il massimo di dolcezza, ha scelto bene le sue parole. Ya abati, oh mio padre, ha parlato con suo padre con un tono pieno di rispetto e pieno di amore. Anche era mushrik. Noi dobbiamo parlare di questo. Dobbiamo farlo insegnare ai nostri figli, inshallah. Non vogliamo un altro giorno troviamo una buona parte della comunità musulmana in case anziane, buttati, abbandonati, non lo so. Non voglio neanche immaginare questo. Però se noi continuiamo su questa strada, dove i giovani, perché sono diventati giovani, cominciano a parlare in questo modo con i loro genitori, sarà questa la fine, a'udhu billah. Sarà questa la fine. Quindi, se noi, inshallah ta'ala, vogliamo investire, parliamo tanto dell'investimento, investiamo nell'educazione dei nostri figli. Birru abakum, tabarrukum abnaukum, inshallah ta'ala. Comportati bene prima con i vostri genitori, trovate, inshallah, che i vostri figli si comportano bene. Ha detto chi? Questo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Questi sono insegnamenti del Corano, fratelli. Sono insegnamenti del Corano. Quindi dobbiamo avere vergogna che oggi siamo molto lontano di queste indicazioni, di questi sono ordini di Allah. Non è una scelta, meglio e preferibile. No, ordini. Allah ha ordinato. Dopo che ha ordinato di adorarlo e di non associare niente, nessuno con lui, subito in questo versetto ha chiamato al comportamento buono con i genitori. Non lasciare la voce, non trattarli male, non guardarli male, non sgridare. Ha raccontato una storia di un padre che ha visto il suo figlio che sta prendendo la strada sbagliata. Gli ha fatto un piccolo test. Ho voluto vedere, farlo capire un messaggio in un altro modo. Ha preso una palla, ha buttato la palla nella scala. Per favore, può portarmi la palla? Va bene. La prima, la seconda, ma fai attenzione tu. Non vedi? La terza, ma guarda, questa è l'ultima. La prossima, ma giochiamo? Ha detto, subhanallah, suo padre, figlio mio, vieni ti parlo un po'. Eri piccolo tu, buttavi questa palla 10 volte. Ogni volta te lo porto io con gioia, con sorriso, con felicità a vedere il mio figlio che gioca. Tu oggi solo per 3 volte basta solo a picchiarmi. A'udhu billah. Hai capito il messaggio? Ma l'abbiamo capito prima di tutto noi. No? Un messaggio forte questo. Quindi dobbiamo avere taqwa Allah con i nostri genitori.
Uno va, prega, legge il Corano, conosci tanti cose, sa dei libri, fai le conferenze. Inutile tutto questo se tu sei storto con i tuoi genitori. Mettiti bene prima di tutto con i tuoi genitori. Poi vieni a parlare. Se uno è educato, prima di tutto è educato con i suoi genitori. Se uno è istruito, prima di tutto deve essere vedere questa istruzione nel comportamento buono, è giusto e corretto con i suoi genitori, prima di tutto. Questo è un ordine del Corano, fratelli. Questa è una delle applicazioni che noi abbiamo bisogno ogni tanto di ricordarla, inshallah, per metterla in pratica. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروا تجدوا غفور رحيما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولوالد المسلمين أجمعين بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أخواننا في سوريا، اللهم فرج كرب أخواننا في اليمن، اللهم فرج كرب أخواننا في فلسطين، اللهم فرج كرب أخواننا في كشمير، اللهم فرج كرب أخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولوالدينا ولوالد المسلمين أجمعين بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. آمين 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 آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.